برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام ولسه مكملين متابعه الاخبار المحليه من الصحف المحليه الصادره صباح اليوم. النهارده بيشرفنا لمشاركتنا في قراءه الاخبار ضيفنا الكريم الاستاذ احمد عامر مدير تحرير جريده الاهرام. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا بك. صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. الخبر الاول من جريده الاهرام: تعزيز الصناعه الوطنيه ونقل التكنولوجيا الحديثة، الرئيس دفع الصناعات المغذية وتأهيل الكوادر لتوفير فرص العمل. ده توجه الدولة الحقيقة دلوقتي، توطين الصناعة، تقليل فاتورة الاستيراد واستبدالها بزيادة الصادرات، وده معمول بيه في مختلف الصناعات الحقيقة. ده حقيقي. ازاي بتشوف الاهتمام بداية من تأهيل المصانع وتأهيل الكوادر والاهتمام بالصناعات المختلفة؟ في البداية لازم نعرف ان الملف ده الرئيس السيسي بيوليه اهتمام منذ توليه المسؤولية. ده مش اول اجتماع لتوطين الصناعات في مصر، وخصوصا التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، لانها دلوقتي الازمات اللي مرت بالعالم اثبتت انه الصناعات المحلية هي اهم ركائز الاقتصاد في كل دولة. فبالتالي زيادة المكون المحلي، توطين الصناعات المتقدمة الحديثة، من أول ما جت سيمنز مصر وعملت محطات كهرباء كان الرئيس بيشترط أنه لازم يبقى في كوادر مصرية تروح ألمانيا تتدرب في الشركة، الشركة لنقل الخبرات. فكان ده شيء مهم بالنسبة لنا، مش توطين الصناعة بس، كمان في حاجة مهمة جدا مرتبطة بالصناعة اللي هي الصيانة. ما هو أنت ممكن يبقى عندك صناعة بس عندك مشكلة في الصيانة، فالصيانة مهمة جدا زي هذه الصناعة. فالصناعة المحلية مهمة للغاية، نقل التكنولوجيا مهمة للغاية، توطين الصناعات المتقدمة الحديثة حتى في الري. يعني الرئيس اتكلم في الاجتماع بتاع امبارح في نظم الري، قد ايه نظم الري مهمة جدا، مش في توفير وترشيد المياه بس، كمان في بيقول لك انه الاجهزه الحديثه بتقول لك ان المحصول ده بيحتاج كميه ميه قد ايه، فبيزود الانتاج، بيحسن الاداء، الانتاج المحاصيل، بيحسن طبعا الترشيد وتوفير المياه بشكل عام. فمصر بتبذل جهود كبيره جدا في توطين الصناعه، في زياده المكون المحلي في مختلف المجالات، مش في مجال معين بس. يعني حتى في حياه كريمه الدوله بتوطن صناعات اللي بتحتاجها مشروعات حياه كريمه، بحيث انه يبقى المكون المحلي فيها بنسبه كبيره جدا. فتوطين الصناعه بالنسبه لنا الحقيقه طوق نجاه، بالنسبه لنا مهم جدا، لان الصناعه اهم ركائز الاقتصاد في اي دوله في العالم، والانتاج اهم ركائز الاقتصاد في كل دول العالم. فده ملف غايه في الاهميه الحقيقه. صح، كنا لسه امبارح كمان بنتكلم عن مصنع الغزل والنسيج في المحله، طبعا المصنع الاكبر يعني في العالم، واعاده احياء هذه الصناعه. الدوله جهزته وطورته بشكل يعني بصراحه مدهش. بالتاكيد استمرارا مع الاهرام. والخبر الابرز الحقيقه هو مش بس في الاهرام ولا في العديد من الجرائد المحليه، لكن كمان بنتكلم عالميا. مصر تتطلع لتجديد الامل للفلسطينيين في تحقيق السلام. دائما ما كانت مصر بالتاكيد القضيه الفلسطينيه على راس الاولويات. ترحيب دولي بنجاح مصر في وقف اطلاق النار بغزه، فتح المعابر، وصول شاحنات الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. السيسي ضروره انهاء دائره العنف والتصعيد المتكرر لفتح الباب امام جهود التسويه. مش محتاجين نتكلم ان القضيه الفلسطينيه على راس الاولويات المصريه على التاريخ، بنتكلم اكتر من 73 سنه. صحيح. دعم لا يتوقف، موقف ثابت وتاريخي، الحل الدولتين، حقوق الشعب الفلسطيني بالتاكيد. لكن خلينا نتكلم على ردود الافعال مؤخرا بعد نجاح مصر في وقف اطلاق النار في غزه، المبادره 500 مليون دولار لاعاده احياء غزه بايدي مصريه. الحقيقه يعني موقف مصر بشكل كبير جدا بيؤكد دايما على ان مصر هي اهم طرف ومركز الثقل في المنطقه كلها، وبالتاكيد في القضيه الفلسطينيه. صحيح. مصر بتاكد طول الوقت على ان القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه مركزيه. هي سبب كل المشاكل في المنطقه، هي سبب عدم استقرار المنطقه، واللي بتعانيه بعض الدول في المنطقه كان بسبب القضيه الفلسطينيه. ومصر لما بتولي القضية الفلسطينية اهتمام كبير قوي، ده نابع من انها امتداد للأمن القومي المصري. القضية مصر هي الفاعل الرئيسي الحقيقة في الملف ده. مصر لما حققت الوقف اطلاق النار بجهود الفريق الأمن المصري الحقيقة، بالاتصال مع كل الأطراف، الأطراف الفلسطينية، الأطراف الإسرائيلية، كان ليه ردود أفعال كبيرة جدا على مستوى العالم. كان بداية من ردود الفعل الأمريكية والرئيس بايدن، طبعا الامين العام للامم المتحده، الدول الاوروبيه، الصين، روسيا، فدول كتير جدا يعني كان ليها
ردود افعال على المجهود الكبير اللي قامت بيه مصر في الملف ده، في ملف التهدئه. ولكن طول الوقت مصر بتاكد على لازم او ضروره لم الشمل الفلسطيني، لازم يبقى في توافق ما بين الفصائل الفلسطينيه. مصر طول الوقت بتاكد على ضروره حل الدولتين وانهاء المشكله بشكل جذري، مش فكره انه كل شويه يحصل مشكله ما بين الفلسطينيين وغزه فمصر تتدخل لوقف اطلاق النار، وبتبذل جهود كبيره جدا الحقيقه عشان توصل للنتائج اللي وصلت لها دي. فلازم حل فعلا جذري للقضيه الفلسطينيه، حل الدولتين على اساس 67، حدود 67، وانه يبقى عاصمه فلسطين القدس الشرقيه العاصمه الفلسطينيه. الحقيقه انه الثوابت المصريه الحقيقه ثوابت طبعا، لكن مصر بتبذل طول الوقت بتبذل مجهود كبير جدا في الملف الفلسطيني. واللي حضرتك قلتيه انه ال 500 مليار دولار مليون دولار لاعاده الاعمار بايادي مصريه وبشركات مصريه، ده نابع من اهميه الملف الفلسطيني لمصر، اهميه قطاع غزه بالنسبه لمصر. فهي مصر طول الوقت بتبذل جهود كبيره على المستوى الدولي والمستوى الاقليمي عشان تحل الازمه دي، وكل شويه بتقدم تضحيات الحقيقه، سواء كانت تضحيات بشريه، تضحيات بالمجهود والوقت، والفرق الامنيه المصريه اللي كل شويه في زيارات وفي مفاوضات عشان انهاء الازمه. الحقيقه ردود الافعال كانت كبيره جدا وكانت واسعه جدا على مستوى العالم، لكن المجهود المصري ما زال هو الاكبر. طبعا بالتاكيد على بالتاكيد هو الاكبر طول الوقت فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. مصر كمان يمكن برضو لو نذكر المشاهدين في مايو 2021 مصر برضو تدخلت لوقف اطلاق النار والعدوان الاسرائيلي على غزه. كان قرر الرئيس بالضبط يعني مصر الحقيقه بتؤكد، وده بيعكس دور مصر الريادي وحرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقه العربيه. توقف نزيف الدم الفلسطيني طبعا، وتوقف سقوط مزيد من الضحايا. فمساله فلسطين يعني دايما في القلب، وده اللي تربينا عليه اكيد. طيب في جريده الوطن في الصفحه الاولى: توجيهات رئاسيه برعايه النوابغ والمبتكرين ودعم الموهوبين. ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي كمان يعني بتكلم عن صدور توجيهات من الرئيس بدعم الموهوبين والمتميزين ومتابعه تنفيذ خطه عمل صندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. دي اظن خطوه مهمه وكنا محتاجينها في مصر، لانه مصر مليانه عقول. احنا حتى هنا في 8 الصبح يمكن كل اسبوع معانا عدد من الشباب عندهم ابتكارات يعني اهميتها وخدمه المجتمع وفئات مختلفه سواء ذوي الهمم او غيرهم كمان، هي عقول يعني نابغه بكل تاكيد. اهتمام السيد الرئيس وتوجيهاته بانه الدوله توليهم رعايه خاصه وتدعمهم بدعم خاص. انا هبدا من النقطه اللي اتكلم فيها الدكتور خالد عبد الغفار، لانها نقطه مهمه جدا. احنا عندنا عدد كبير جدا من الاختراعات، وعندنا عدد كبير جدا حقيقه من النوابغ والمبتكرين، بس الحكاية محتاجة يعني فقه الأولويات. إحنا عندنا صناعة محلية، فاتكلم فيها جزئية دي الدكتور خالد عبد الغفار، إنه أهمية الابتكارات المتعلقة بتوطين الصناعة والصناعات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد بالنسبة لمصر. فإحنا عندنا أولويات، عندنا عدد كبير جدا من الابتكارات ومهمة جدا، عندنا عدد كبير جدا فعلا من المبتكرين والنوابغ، بس إحنا محتاجين فكرة إنه إيه الأولوية لإيه دلوقتي. فالاولويه للصناعه، الحاجات اللي لها علاقه بتوطين الصناعه، الصناعات المحليه لها علاقه بتطوير نظم الري، لها علاقه بتطوير مثلا العلاقه بمساله الصوامع والغلال، تخزين الغلال، فهي ليها اهميه كبرى. لكن الاهميه الثانيه انه احنا الاولويات بتاعتنا ايه، فدي جزئيه مهمه الحقيقه. تبني الدوله والرئيس للمبتكرين والنوابغ مش من فراغ، لانه هم بيقدموا لك خدمات مهمة جدا، مش في الصناعة بس، في النواحي العلمية، في النواحي الطبية، في النواحي التكنولوجية، فبيقدموا لك في مجالات تانية مهمة جدا، مفيدة لتقدم البلد، مفيدة لنهضة البلد، مفيدة لمجالات كتير بالنسبة لنا بتكلفنا كتير جدا لما بنستوردها. فأهمية تبني المبتكرين ده نبعا من استراتيجية وطنية وإيمان من الرئيس ومن الدولة بأهميتهم الحقيقة، وهم قدموا ابتكارات كتير جدا افادت الدوله في مختلف المجالات، وكان ليها صدى كبير جدا على المستوى المحلي الحقيقي. طيب استمرارا مع الوطن الحقيقه والمنشط صفحه 1 تفاصيل صفحه 6:
وملف خاص اعتقد ان احنا لازم نحييهم الحقيقه على هذا الملف، ملف مهم جدا، المشروع الاكبر والاهم ومشروع القرن على مستوى العالم مش فقط محليا. انطلق في يوليو 2019 لتحسين حياه 60% من قاطني الريف المصري، حياه كريمه، الحلم يتحول الى واقع. اعتقد ان العنوان ده لوحده كفيل ان احنا نتكلم عنه، لكن خلينا برضو يعني نرصد بعض النقاط اللي لازم نتوقف عندها. حصاد 3 سنوات، المشروع يضع حجر اساس الجمهوريه الجديده، غيرت شكل الريف المصري لافضل، ترميم واعاده بناء مئات المنازل ضمن سكن كريم، توفير بنيه تحتيه، خدمات صحيه، تعليميه، ثقافيه للكره المحرومه، واخيرا العالم يشيد بحياه كريمه. صحيح، هي لازم الناس تعرف انه ازاي تطورت حياه كريمه. الحياه كريمه بدات بمبادره من الرئيس في 2019 انه التدخل يبقى تدخل الدوله في القرى الاكثر فقرا. وكان تطوير الهدف تطوير الخدمات فيها، يعني سواء كانت مدارس، خدمات صحيه، خدمات تعليميه، خدمات لها علاقه بالبنيه الاساسيه والميه والكهرباء. الموضوع تطور انه وصل بقت خطه الدوله على مدى زمني محدد باستثمارات ضخمه جدا تصل 700 مليار، وهتتجاوز ال 700 مليار أيوه. والرئيس قال الكلام ده انه كل ما بتدخل القرى بتكتشفي الحاجه للمزيد ده حقيقه. فبتضطري زي ما ده الرئيس كان يقول ايه، احنا بندخل القريه بنعمل كل حاجه وبعدين نخرج بالزبط. يعني مش مجرد ان احنا ندخل نعمل مستشفى ونمشي، لا ده احنا بنعمل كل حاجه محتاجاها القريه وبعدين نخرج. فطبعا لما تدخلي تعملي كل حاجه بتكتشفي انه في حاجات كتير ناقصه فبتعمليها. فالحقيقه طبعا مشروع كبير، مشروع القرن اول مره الدوله يعني على مدار الحقيقه التاريخ الحديث اول مره الدوله تستهدف الريف بشكل مباشر. فانت بتستهدفي 60% من الشعب المصري، 58 مليون مواطن، بتستهدفي المناطق الفقيره الحقيقيه اللي ما كانش فيها خدمات بفعل، كانت مهمشه، كانت مهمله. فالدوله لما بتتدخل بتعمل كل حاجه. الاشادات الدوليه نبعا من اللي احنا بنقوله انه الدوله بتستهدف الفئات الاكثر فقرا. لا، وتصنيف الامم المتحده مشروع الاكبر، الاكبر مشروع تنموي مستدام، واهم حاجه الاستدامه بالتاكيد، وده اتجاه عالمي نبعا من الاستمراريه والاستثمارات والاعتمادات المخصصه للمشروع. اعتمادات ضخمه، والمشروع عدد المستفيدين ده مهم بالنسبه للامم المتحده كمان انه طبعا. عدد المستفيدين قد ايه من اي مشروع ما بيوصلش ل 60 مليون حقيقي، يعني رقم الحقيقه الرقم كبير. المشروع ضخم، الاهتمام الدولة اهتمام كبير، التدخل تدخل مباشر الحقيقة، والاهتمام بالاثنين في كل المجالات. اللي بنتكلم كمان مش على الاهتمام بالحجر زي ما يقال، لا لا يعني لا، لكن احنا بنتكلم كمان في البشر، الاستثمار في البشر، الاهتمام بالصحة وبالتعليم بالثقافة، كل المجالات. يعني دي من الحاجات اللي ما كانتش اصلا بينظر ليها قبل كده. في مكتبات، ما كانش في حاجة اسمها مكتبات في القرى والنبوع، في مكتبات، في حاجات لها علاقة بال الثقافة زي قصور الثقافة في المدن، إعادة إحيائها مرة تانية. لا، في أنشطة كتير جدا بعيد عن الصحة والتعليم والمباني اللي لها علاقة بالمرافق والمباني. يعني فالحكاية لا كمان لها علاقة بالثقافة والرياضة حقيقي، فدي مسألة مهمة. بما اننا بنتكلم عن التطوير والتغيير، في جريدة الأخبار مدبولي يتابع إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وخطة لتطوير جزيرة الوراق والاستفادة من موقعها الفريد. الحقيقة مخالفات أو ملف التصالح فيه مخالفات البناء الدولة بتشتغل فيه بقالها فترة، لكن كمان فيما يخص تطوير جزيرة الوراق، يعني الـ تم استرداد 71% من الجزيرة، أصبحت في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية، وده رقم كبير لو بنقول أنه ده كان تعدي على الأراضي ومخالفات بناء، ف 71% رقم كبير جدا. التطوير بقى اللي هيحصل في جزيرة الوراق موقعها فريد جدا طبعاً. وعلى مر العصور كانت الحقيقة مش مستغلة، وكانت مطمع للمستثمرين. صح. الحقيقة الدولة دلوقتي هتغير شكل الجزيرة، مرحلة عاجلة هتكون أبراج سكنية ومراكز تجارية وترفيهية. وفي عرض الماكيت نفسه والمخطط بتاع الجزيرة يعني بصراحة حاجة تدعو ومارينا ومنبت طائرات وأبراج وحاجة فعلا يعني حاجة أحلام يا جماعة، دي كانت أحلام، بس خلينا الأول أتكلم على قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن ده يهم عدد كبير جدا من المواطنين. بالزبط. القانون التصالح الأولاني هو رقم 17 سنة 19
كان في بعض القصور وكان في مشكله في الاشتراطات. فعشان كده وكمان كان في المهله انتهت في 31 مارس 21. فيعني احنا بقالنا سنه ونص مفيش مواطن يقدر يتقدم بطلب تصالح للمخالفه بتاعته. فمن هنا جات فكره انه ده الحكومه تقدم مشروع جديد. اولا كان في نقاط خلافيه ما بين الحكومه وبين البرلمان في الاشتراطات وفي الطلبات. فتلافت حصل توافق كبير جدا في الاجتماع الاخير اللي كان مع رئيس الوزراء وممثلين البرلمان والحكومه المستشار عمر مروان. فوصل لتوافق انه يوسع دايره المستفيدين من قانون التصالح في مخالفه البناء، لانه الفلسفه الاساسيه لمشروع القانون هي التصالح على وضع قائم يصعب تغييره. فبالتالي اولا ضاع على الدوله رقم كبير جدا من الاموال على خزينه الدوله، لانه اللي تم التصالح معاهم او قبلوا طلباتهم 20%، في 80% تقدموا ولم تقبل طلباتهم. فده ضيع على الدوله مليارات كان بسبب القانون، بعض الثغرات في القانون او الاشتراطات. فالقانون ده هيتلافى كل القصور كل المشاكل، فهيحل مشكله كبيره جدا، لان المهتمين بالتصالح مش الدوله بس، كمان عدد كبير جدا من المواطنين، وهيحل مشكله كبيره الحقيقه. نروح للوراق بقى. الوراق طبعا هتبقى منطقه يعني زي ما حضرتك قلت احلام الحقيقه. حقيقي طبعا، لان التصور والمخطط المعمول اللي ناقشه رئيس الوزراء امبارح كان تخطيط يعني على مستوى رهيب الحقيقه. ابراج سكنيه، عدد الوحدات هتتجاوز ل 40,000 وحده سكنيه، عدد المستفيدين كبير جدا، الاهالي اللي في المنطقه ممكن يرجعوا زي ما حصل في مثلث ماسبيرو او هيحصل في مثلث ماسبيرو، المنطقه هتتغير تماما الحقيقه، منطقه بالكامل هيتغير شكلها تماما يعني، ومنطقه كمان زي ما حضرتك قلتي منطقه فريده جدا، موقع مش موجود في اي حته، مش الملف ده من الملفات المهمه الحقيقه اللي تم فيها عمل العديد من الانجازات الحقيقه. طبعا بتبذل مجهود كبير جدا في الملفات اللي من النوع ده اللي هو انهاء العشوائيات في مصر. الختام مع ملف برضه مهم جدا النهارده الحقيقه، كل ملفاتنا ملفات ساخنه جدا من اليوم السابع، وبنتكلم على الحوار الوطني. بالتاكيد من الملف مهم، وزي ما احنا شايفين على الشاشه بنتكلم في الجمهوريه الجديده تبني استراتيجيه المساحات المشتركه في الداخل والخارج، الرؤيه المصريه قائمه على الحوار لتحقيق الاستقرار، الدوله تبنت مبدا الشراكه مع كل الفئات بالداخل. ملف مهم جدا خلق مساحات مشتركة، بنتكلم ان ده شعار اللي بيتبناه الحوار الوطني طبعا بناء على المبادرة اللي اطلقها السيد الرئيس، وده كان في ابريل الماضي في حفل افطار الاسرة المصرية. خلق مساحات مشتركة، التركيز على المناطق المشتركة والبعد عن مناطق الخلافية. بالتأكيد، وكلنا بنجتمع لحب الوطن، والاختلاف في الرأي او في الاستراتيجية او ما في ما شابه يعني لا يفسد للوطن قضيه. هو الحقيقه ده مبدا تتبناه الدوله مش في الداخل زي ما قال الملف، مش في الداخل بس، كمان في الخارج الحقيقه، انه طول الوقت مصر بتسعى انه يبقى في تبادل للمصالح، وان مصر بتسعى للمنفعه المشتركه ما بين كل الاطراف، انا استفيد وانت تستفيد، فبالتالي يبقى ما فيش بتقلل مساحه الاختلاف او الفجوه ما بين الاطراف. التوافق في مصر هو والمساحات المشتركه هو اساس الحوار الوطني. لما الرئيس طرح الفكره كان الهدف انه كل القوى السياسيه في مصر، كل القوى الاجتماعيه الاقتصاديه، كل الخبراء في كل المجالات، انهم يجتمعوا عشان يقدموا رؤيه للدوله المصريه وللرئيس على الاولويات المرحله الجديده او اولويات الجمهوريه الجديده. فده الهدف الاساسي، فبالتالي هيبقى في توافق كبير، هيبقى الـ المساله لها علاقه بانك بتجمعي كل طوائف المجتمع المصري باليمين لليسار الوسط، كل الطوائف في مصر الا طبعا من تلطخت يده بالدماء. لكن كمان في نقطه مهمه، يعني غير طبعا النخبه والسياسيين وحتى المشتغلين بالعمل العام، الباب مفتوح لكل طوائف الشعب المصري انه اللي عنده افكار. وفي ناس بالفعل ناس تقدمت بافكار، ناس يعني شخصيات عاديه يعني مواطنين عاديين تقدموا بافكار للهيئه للاكاديميه الوطنيه للتدريب، افكار لها علاقه بالحوار. هو حوار وطني لكل المصريين، مش للنخبه كمان، توقيت الحوار ولا للخبراء. توقيت الحوار بالتاكيد توقيت مهم جدا جدا في ان احنا نخلق حاله من تحقيق الاستقرار المجتمعي في ظل الازمات اللي موجوده في كل العالم. ان احنا العالم الحقيقه احنا نعيش في عالم مضطرب،
ومنطقه كمان منتهيه. فمحتاجين ان هو يبقى في استقرار مجتمعي بالتاكيد. بالتاكيد. كل الشكر ضيفنا الكريم الاستاذ احمد عامر مدير تحرير جريده الاهرام، شرفتنا ونورتنا كالعاده. شكرا جزيلا ليك. شكرا شرفتنا يا فندم.